اوف 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 يخرب بيته. لا تكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع ردد اونلاين ومهمة الذيب الاسطوري. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، يلا نبدأ. اول شيء احب ارحب فيكم واقول يا هلا ويا مرحبا فيكم في مقطع جديد من اللعبة الاسطورية Red Dead Online. فخلونا نبدأ مع الكومنتات. في احد الاخوان بالكومنتات سأل عن الديد اي، اذا ايمت مثلا على شخص شلون تحط عليه الاكس. اللي سأل شلون تحط عليه الاكس هو عن طريق الكروت. تضغط ستارت، تروح للكروت خامس وحدة، تختار الكرت هذا الأول اللي اسمه ديد آي الأحمر، هذا هو اللي يحط لك إكسات على الأعداء، وأنا أشوفها من أفضل الكروت، وأنا هذه الكروت اللي أستخدمها. طبعا هذه ثلاثة من أحمد، هم من أحد الكومنتات ومن المتابعين المميزين بالقناة احمد جيمر، شكرا. ولكن الديد اي انا ما اقدر استغني عنه، من البركات المهمه جدا. وعندي بعد نصيحه ثانيه من اكثر من كومنت قالوا لي بخصوص مشكله الايرور للمخيم البري. علشان ما يطردك اطرد الخيل بعدين نزل المخيم البري. فخلنا نجرب نطرد لولي. يلا لولي، شكرا لولي. قالوا لي اطرد الخيل بعدين نزل المخيم البري. اتمنى يضبط لانه فعلا يعتبر شيء مزعج. فخلونا ننزل المخيم. حلوين، تمام. خلينا نشوف مثلا الفاست ترافل. خلينا نروح انا بالبلاك ووتر اساسا، فهي قريبه فشي حلو. شكرا شكرا لكم على هذه المعلومة، وأتمنى أنها تضبط، أنها ما تقلتش بين فترة وفترة. فايش رأيكم اليوم نحاول نجيب كتاب الحيوانات الأسطورية، لأن باقي لي كم، باقي لي حيوان واحد وأكمل الكتاب اللي هو هذا. باقي لي الحيوان الصغير، ما أدري إذا يبين من الفيس كام ولا لا. أي يبين، بس هذا لو أصيده راح أخذ الكتاب كامل. فإن شاء الله نحاول نصيده اليوم. وفي هم من الكومنتات قال لي فكره، قال لي صيد سمك، فليش لا نروح نصيد سمك كون عليهم تربل. احنا غيرنا الاعدادات، غيرناها لان خليناها من اوف لاون، راح يكون اسهل. فخلونا نروح نصيد اول شيء، بعدها نروح لمهمه الطبيعه ناخذ لنا حيوان اسطوري اللي هو هذا الصغير. ان شاء الله نجيب العينه. لا 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 ويت 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 لا كذا مره بساعدهم هذول، ما ادري منو العدو منو. المهم طبعا الجو ضباب، انا ما احب الضباب، الله ما احب الضباب. في نبته لمدام نزار ناخذها. طبعا امس نزل مقطع لطور القصه، شيء فخم، بس الدعم على القصه ضعيف صراحه، فهذا اللي يخليني انا ما اكمل. الجو احس الجو مو مال صيد صدقون. الحين رجعت بعد ما راح الضباب، الضباب مستفز باللعبه. شوفوا الطقس صافي، الحين نقدر نصيد ونشوف شنو هذا. حلو والله، نايس بيض، تمام حلو. الحين نبي نصيد نشوف وين يلعبون الحلوين. الله ايش كثرهم، شايفين ايش كثرهم. خلنا نصيد يلا. شايفين هذه قريبه، هذه
خلينا نصيد واحدة. يلا تمام. يلا اكلوا يا حلوين، والله كبار ها. يلا جرب جرب جرب، ودي اخدرها. تصدقون ليش ما اخدرها بالفارمنت؟ هذه بقتلها لانها قريبة. لا لا لا، بقتلها قتلة مو. بسرعة. حلو، شوف كم نجمة، نجمتين حلوين والله حلوين. خلونا نخليها هني، احذفها هني. حلو، الحين نروح نصيد، نصيد، نبي نصيد لنا وحدة كبيرة ان شاء الله نحصل. يلا يا حلوين جربوا الطعام. يلا يا شطار جرب الطعام، بس ترى مو خسران شيء. يلا جرب، يلا جرب يا حلو، صدقني ما تندم، صدقني ما راح تندم. صدقني مش حتندم. يلا جرب. حلو صدتها، والله كبيرة. يا سلام يا سلام، علق على الاكس. يا الله يا الفرق، والله فرق عن قبل، والله فرق عن قبل. يا سلام، والله فرق 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 شاسع. يا الله، ان شاء الله ثلاث نجوم. ايزي ايزي ايزي، ما في ما في ما في ما في ما في ما في هروب، ما في. شوف قاعد اسحبها، بس اعلق على الاكس. جد 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 جد، يا سلام. ايزي 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 ايزي، قلنا ايزي. يا سلام، قبل كنت الف في الجير اليمين وشاد حيلي وما عارف ايش، شوف الفرق. يا الله ايزي، خلاص خلاص قلنا ايزي يا وحش. يا سلام الفرق، قبل الاعدادات كنت الف في الجير اليمين، الف في الجير اليمين وايزي تشد. يا سلام يا سلام، حلو 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 حلو. يلا يلا اخذ اخذ اخي، يلا يلا على المحل على المحل. بس هذا شو نسوي فيها؟ هذه ما اقدر اشيل ثنتين صح؟ هاي ثلاث نجوم، يا سلام. هذا شو نسوي فيها زين؟ اذا اقدر اشيل ثنتين حلو، ما اتوقع اقدر. خلينا نشوف. لا ما اقدر. لا يا حبيبي جيب ثلاث نجوم. يلا يلا حلوين، والله حلو الصيد واسهل بكثير. يلا يلا اسحب عليها هذه ختولي. عموما الصيد ما هو مجزي على قولتهم، يعني ما يعطيك مكافآت حلوه. يعني هذا ممكن يعطيني 20 دولار وروح وارجع. لا لا لا، للامانه انا ما احب الصيد، صيد السمك، ولكن حلو بالنسبه للاعدادات الجديده، حيل ممتازة. فخلونا نروح للجزار ونبيعها، بعدها نروح ناخذ لنا مهمة حيوان اسطوري ان شاء الله تضبط. خلنا نبيع له، ياخذها مني ب 20 دولار. ما اشوف انها صراحة، ما اشوف انها مكافأة حلوة. خل نروح للمستنقع. اقول روح واري دوين، نروح المستنقع وناخذ مهمة حيوان اسطوري. اوعدكم وعد، وعد الحر دين.
اني راح اسحب على وظيفة الطبيعة سحبة بعمرها ما تحلم فيها، لانها كرشتني ممكن 4 مرات 5 مرات. خلاص والله خلاص، الوظيفة هذه بالذات كل ما اجي اخذ مهمة تعلق كراش تعلق كراش، والله شيء مزعج قسم بالله. بس عشان الكتاب والله، ولا اسحب عليها ما اجيها، فبجي عشان الكتاب. الكتاب باقي لي بس حيوان واحد واجيبه وهو موجود عندها. روح روح كمل، روح كمل 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 لولي، روح لا تخاف لا تخاف، روح روح روح. باقي لي حيوان واحد وخلاص واكمل الكتاب، فان شاء الله ان شاء الله انها تقبل هالمره. الله، حتى الطريقه اللي قالوا لي عنها الشباب انك تطرد الخيل عشان المخيم البري، مره تضبط مره لا. مو موجود عندها الحيوان اللي يبيه، مو هني. ما نبي ما نبي حبيبتي، مشكوره مشكوره مشكوره. بروح ل بروح ل اللي فوق الستروبري، ممكن ممكن احصله هناك، او لا 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 مو الستروبري، عرفت مكانه وين. مكان راح يكون يا طويل الاعمار هني، لانه فعلا فعلا بدت تستفزني من كثر الكراش، تستفزني فهمت شلون. فقلت انا داش العب استانس، مو داش العب عشان تغثني اللعبه، فكرشتني اكثر من مره. خلاص قلت ان شاء الله اليوم هذا اخر يوم علشان الكتاب بس، بعدها راح نسحب على الطبيعه سحبه، راح نخليها تخيس على قولتهم. الحيوان اللي يبيه راح يكون موجود هني عند هارت الموجوده في هذا المكان، ان شاء الله نجيب منه عينه و نكمل الكتاب ونبيعه. ان شاء الله حصله ان شاء الله حصله ان شاء الله حصله. Hello there. Explore, examine. Lots to look at here. لا والله مو موجود حتى هني، كلها نفس الشيء. I keep hearing stories about this unusual fox. للأسف. Very beautiful. Maybe one you can. فش رأيكم ناخذ الذيب؟ أنا كنت أبي الصغير هذا، عرفتوه؟ If you've never tried اللي اسمه fresh dung when it's still warm, the reverberations you feel, it's like a beating heart. And even more so when it's an animal I know. الذيب ما اذكر اني خذيت مهمة الذيب الاسطوري، فان شاء الله تكون ممتعة. There have been reports of an unusually aggressive wolf pack up in the Grizzlies led by a large white monster. هذه اذا دخلتنا طبعا، اذا دخلتنا اللعبة المهمة راح يكون. I know it's a lot to ask, but we are making discoveries that will live on forever. في احد الاخوان كتب لي كومنت، شنو قال لي؟ بالكومنت قال لي قال لي تاخذ العينة من يس بدت المهمة، تاخذ عينة من الحيوان وتشيل الحيوان توديه للتاجر. هذا الكومنت ماله، خلينا نشوف على ما تبدا اللعبة. فما اعتقد اني اقدر، اذا خذيت من عينة ما اتوقع اني اقدر اخذ شو اسمه. بس الذيب انا ما راح اخذ من عينة، الذيب راح اذبحه، لان الذيب يعتبر هذا اول مهمة اخذها له. حلو، الذيب الاسطوري اول مرة اجرب مهمته صراحة، فان شاء الله انه ما يجلدني و اسمعون هذا هو. بس خلوني اكل، خلنا ناكل لحم التمساح عشان ما يقتلني، بس لان عارف ان خيلي تكرمون راح يقلب حمار وراح يشوف وراح يشوف جهنم قدامه، وراح يحذفني وراح يتبرى مني، انا عارف هذا الشيء. فخلني اخذ الحذر، وهذه في وحده هني.
الحين ناخذ هذه الثانية. الحين لازم نبحث عن هذه الثالثة. يا سلام، الذيب الأسطوري. أول مرة أجرب مهمته، والله مقطع هذا. خلاص الحين ممكن نتبع الأثر. تسمعون الصوت؟ أوه. شو ايش كثر ذيابه، هذول ذيابه. لا مو ذيابه، شايفين الأثر هذا هو. نروح نتبعه ونتبعه 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 ونتبعه. حلو حلو. وعندنا هم أدلة موجودة هني. نشوف شنو هذا بالضبط. هذا كأنه فخ ولا ما ادري شنو. وفي هني واحد بعد. ترى انا اهتم بالكومنتات كثير كثير. بالمقطع طاف في حوار في باونتي ستوري، هم كاتبين لي تحت مثلا شنو كاتبين. سيرش ذا اريا فور سيجن اوف ذا ليجندري مونشاين وولف. حلو، اعرف مثلا اقرا وافهم شنو يقولون، بس في بعض الكلام يكون انجليزي ما نفهم شيء. فالباونتي كان بيهرب، فقال لي واحد مكتوب لك تحت اقرا الكلام اللي تحت. ترى انا مو امريكي، ترى انا كويتي. وهذولهم هذولهم واللغه الانجليزيه عندي يعني اوكي اقرا وهذا، بس ما افهم كثير. نبي الاسطوري، ما نبيكم انتم يا حبيبي، خوفتني والله. نبي العمدة مالكم، نبي العمدة. العمدة راح يكون هناك. فقال لي مكتوب لك ان الباونتي، ابحث عن الباونتي. قلت انا عارف ان الباونتي موجود، بس الباونتي لازم يهرب. وفعلا هرب. وين راح وين راح وين راح ال ضيعته والله. هذا هو. فأنا أعرف إنجليزي يعني ممكن أعطي نفسي 30% لغتي زينة. شايفين راح تحت. واخروا لا أكلكم الذيب، واخروا. أتمنى يكون في مشهد سينمائي، أتمنى أتمنى. اجيبوا علي بعد، ما نبيكم انتم حبيبي، احنا نبي الكبير، نبي البيج بوس، نبي ذا بيج بوس. قطع الخيل يا الله، شو مسوي بالامه هذا؟ حلو. نروح الحين نتقدم في الطريق هذا. مشاهد سينمائية في الباونتي الأسطوري، والحيوانات الأسطورية حلوة صراحة، حيل حيل حلوة. هذا وهذا طلع لي طلع لي، بس جوني هذول جوني هذول الضعفاء. نبي مديركم الكبير، ما نبيكم انتو. انتو بالنسبة لنا ولا شيء. هذا هو. تعال. لا تحذفني يا وحش، لا تحذفني يا وحش. روح يا لولي يا وحش. تعال انا هني، تعال.
نزلت يذبحني. انا عارف انا عارف اذا نزلت. وقف وقف وقف. خلاص انزل 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 خلاص. فيس تو فيس يلا. اوف. دام. والله يا هو مفترس الكلب. اح. اوف اوف اوف. يخرب بيته. لا تكفى. والله نفعني لحم التمساح حيل. الله على القوة. ناخذ الجلد ونوديه وين؟ نوديه نبيعه. يا سلام. والله كان شرس ها؟ كانت معركة شرسة. هلو هلو. يلا روح 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 بيه بيه. نروح للقاص. خليت منه شنو؟ قلب. نروح نبيعه على القاص. القاص وين راح يكون؟ القاص راح يكون القاص راح يكون بعيد. يا الله هذا هو. لازم اروح للفالنتاين بعدين اروح للقاص. حلو تمام. انا ما ابي اروح سفر سريع. ليش؟ تدرون ليش؟ ممكن تكرشني اللعبة ويروح علي السكن. والله يروح علي السكن. فأنا صراحة ما عندي استعداد إني أخسر السكن للأمانة. فخلونا نروح بالطريقة هذه أفضل. لأن ممكن 10% تكرشني اللعبة فيروح علي الجلد. فهمت شلون؟ فنروح بالطريقة هذه. نخلي الخيل يروح بطريقة سينمائية أفضل. الحين وصلت أبي أبيع السكن. وإذا الذيب مو عندي بشتري على طول إذا مو شاري من قبل. من ويليام؟ ايش فيك أنت مخرف؟ بيع. الاسم المونشاين وولف بيلت. تمام؟ بيعه. المونشاين وولف بيلت. والله كلهم عندي ها. روح محماس. كل شيء عنده كل شيء عنده محماس الوحش. المونشاين عندي من قبل شايفينه. كلهم عنده الوحش والله. فشنو احسن شيء؟ خلينا نشوف شنو احسن واحد. ايش رايك بنلبس واحد نغير شوي؟ اوه خطير ها. قوي الدب بعد. التمساح تحسونه مميز. شوف شكله تحسونه شوي مميز. بعد يا ليلى شو اسم هذا اللي كان بقرة. هذا الابيض مو عندي. هذا افا نفس هذا الابيض مو عندي. ما يصير. فش رايكم بالذيب؟ خلنا نلبسه كونا تو صايدينه. يلا. شوف الملابس. اوب 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 اوب. خطير 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 خطير. شنو يبي؟ يبي البيرفكت رام هايد. حلوين. يا سلام يا سلام الجاكيت هذا. واو واو واو. هذا عليه خصم بعد بخمس قطع ذهب. الجو مو حلو صراحة. مو مال جاكيتات بس ممكن اشتري عشان ما يروح علي. ايش رايكم نشتري جاكيت؟ اخلي عندي. ليش؟ ممكن
يروحون مع الوقت يكونون نادرين، فهمت شلون؟ فناخذ شنو؟ بناخذ واحد حلو والله، هذا قوي بخمس قطع ذهب بشتريه. حلو، شرينا هذا، نطلع شوف شكله ليش. لا لا دقيقة، اي ما تقدر تختار، شوفوا يا تختار لبس الديب الاسطوري او تختار الجاكيت، والله الجاكيت قوي، خلينا نختار الديب الحين خلاص. كون شريناه نختار باي، لا خلاص اطلع. حلو الحين لبسنا الذيب يا وحش، والله شكله حلو صح؟ يا سلام يا سلام. وهني اكون وصلت لنهاية المقطع، شكرا لكم على المشاهدة. المقطع ممكن يكون مو طويل، ولكن نزلت مقطعين اليوم، قبل شوي ممكن نزل طور القصة وهذا الاونلاين، ولا تقصرون بالدعم. السلام عليكم.